شو السر وراء هالحروف وليش نحن رح نربط الطاقة بحروف سواء هي موجودة ببداية الاسم بنهاية الاسم أو حتى مثل ما أنت ذكرت بالفيديو تكرار الحرفين داخل الاسم. إحنا كل حاجة عتسيبنا في الحياة وإحنا بنسيبه كل حاجة ما عدا الاسم، هو الوحيد اللي ما بيسيبناش لا في الحياة ولا حتى بعد ما نموت، فدايما نحمله على عاتقنا. ولسنا نحن من نختاره أيضا كمان صحيح، لكن يمكننا تبديله، وممكن تصور حرف واحد بس يتبدل في الاسم ممكن يغير طاقة الاسم كامل ويخلي الاسم عنده طاقة نفسية قوية جدا. فكل حرف بيحمل، حتى في القرآن الكريم في حروف مقطعة احنا لحد الوقت ما نعرفش معناها، ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، فكل حرف عنده حمولة عنده طاقة بتاعته، يعني في اللغة العربية حتى موجود الكلام ده. الحروف مثلا الحروف دائما الحروف المفتوحة بتدي طاقة فيها فتح، فيها طاقة قوية جدا. الأسماء اللي بتبدأ بالألف واللام، المعتصم المنتصر المأمون، لأن دي أسماء فيها ألف تعريف فبتاخد القوة بتاعتها من لفظ الجلالة الله. الأسماء اللي بتبدأ بحرف العين واللي بيجي بعدها لفظ الجلالة مثلا عبد المؤمن عبد اللطيف بتاخد طاقتها من لفظ الجلالة اللي جاي بعدها لأن دي طاقة غير منتهية. فقصة الأسماء قصة كبيرة جدا، ممكن حرف واحد بس يلعب دور خطير جدا في الاسم.